بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة لمقرر تكنولوجيا المعلومات في الإدارة. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بمواصلة الحديث عن مراحل صناعة القرار في المنظمة، الأجيال الجديدة من نظم مساندة القرارات، استخدام نظم مساندة القرار، المعرفة واتخاذ القرار، أنواع المعرفة. في المحاضرة الماضية تم الحديث عن أنواع القرارات، وحكينا أن هناك 3 أنواع من القرارات: القرارات المبرمجة، القرارات شبه المبرمجة، القرارات غير المبرمجة، وعرفنا الفرق ما بين هذه الأنواع الثلاث. وحكينا القرارات المبرمجة هي القرارات التي يتخذها المديريون لمعالجة المشكلات الروتينية المتكررة، حيث يوجد إجراء معروف يمكن تطبيقه في أي وقت كلما تكرر حدوث المشكلة. إذن القرارات المبرمجة هي القرارات التي يتخذها المديريون لمعالجة المشكلات الروتينية المتكررة، حيث يوجد إجراء معروف يمكن تطبيقه في أي وقت كلما تكرر حدوث المشكلة. وأعطينا عدة أمثلة على القرارات المبرمجة، وحكينا على سبيل المثال قرار إعادة الطلب عند مستوى معين للمخزون هو مثال على القرارات المبرمجة. أيضا مثال آخر على القرارات المبرمجة، قرار إعادة طلب شراء نوع معين من المواد الخام، أو قرارات التعيين، التوظيف والإيجارات. كل هذه الأمثلة عبارة عن نوع من أنواع القرارات المبرمجة. شو اللي بيميز القرارات المبرمجة؟ إنه إجراءات ولوائح تنفيذ هذه القرارات بتكون واضحة للجميع، وما فيش حاجة إنه إحنا نيجي ندرس هذا القرار بشأن إنه كيف الآلية اتخاذه، إيش التفاصيل اللي بيحتويها هذا القرار. كل الإجراءات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القرار بتكون معلومة واضحة لدى الجميع. النوع الآخر من أنواع القرارات، حكينا عن القرارات شبه المبرمجة، وقلنا هي القرارات التي تكون فيها الظروف شبه محددة تماما، كأن تكون بعض الإجراءات محددة بشكل مسبق ولكنها ليست كافية لاتخاذ القرار، ولا بد من تعريف للمشكلة وتصميم حلول واختيار الحل المناسب من بين البدائل المطروحة كحلول. إذن القرارات شبه المبرمجة، وهي القرارات التي تكون فيها الظروف شبه محددة تماما، كأن تكون بعض الإجراءات محددة بشكل مسبق لكن هاي الإجراءات ليست كافية لاتخاذ القرار، فبالتالي إحنا بحاجة إنه نمر بمراحل القرار، وهي مرحلة التفكير الذكي، مرحلة التصميم، مرحلة الاختيار، ومرحلة التطبيق. مثال على القرارات شبه المبرمجة، إعداد ميزانيات التسويق للمنتجات الاستهلاكية. النوع الثالث من أنواع القرارات، القرارات غير المبرمجة، وهي القرارات التي تعالج مشكلات جديدة وغير متكررة الحدوث، ومن ثم لا يوجد مسار واضح أو طريقة حاسمة لاتخاذ القرار بشأنها. إذن القرارات غير المبرمجة هي القرارات التي تعالج مشكلات جديدة وغير متكررة الحدوث، ومن ثم لا يوجد مسار واضح أو طريقة حاسمة لاتخاذ القرار بشأنها. أيضا مثال على القرارات غير المبرمجة، القرارات الاستراتيجية مثل ابتكار نوع جديد من السلع، قرارات التوسع، قرارات الاندماج بين الشركات المختلفة، القرار الخاص بغزو الأسواق الجديدة. أيضا تكلمنا عن نظم دعم القرارات أو نظم مساندة القرارات، وعرفنا النظم، قلنا النظام بشكل عام مجموعة معقدة من الأجزاء والمكونات المختلفة ولكنها مترابطة في أداء أنشطتها باتجاه تحقيق أهداف محددة. إذن النظام مجموعة معقدة من الأجزاء والمكونات المختلفة ولكنها مرتبطة في أداء أنشطتها باتجاه تحقيق أهداف محددة. وعرفنا وحكينا أن هناك أكثر من تعريف للنظام، على سبيل المثال ممكن نحكي أن النظام مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة والمتفاعلة، والتي تقوم بجمع البيانات ومعالجة البيانات وتحليل البيانات وتخزين البيانات واسترجاع البيانات بهدف دعم عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات الإدارية، أو بهدف تقديم المعلومات التي يحتاجها المديريون في الوقت المناسب لصناعة القرار. أما بالنسبة لمساندة، قلنا المساندة أو الدعم هو ما تقدمه نظم دعم القرار لصانع القرار أو لفريق صنع القرار، وهذه النظم اللي هي نظم دعم القرار تساهم في إعطاء الدعم للفريق لاتخاذ القرار، أو قد تصل إلى اتخاذ القرار نيابة عن الفريق.
حكينا انه المدير ايا كان موقعه هو الذي يصنع القرار مسترشدا بقدرات نظم دعم القرار. اذا المساندة او الدعم هو ما تقدمه نظم دعم القرار لصانع القرار او لصناع القرار، وهذه النظم قد تساهم في اعطاء الدعم للفريق لاتخاذ القرار، او قد تصل الى اتخاذ القرار نيابة عن الفريق. أما بالنسبة للقرار فحكينا أن القرار هو البديل الأمثل الذي يمثل حلا للمشكلة موضوع الدراسة، حلا للظاهرة موضوع الدراسة. أيضا إن المساعدة التقنية والعملية والمعلوماتية التي تقدمها نظم دعم القرار هي بهدف اتخاذ القرار الإداري المناسب للمنظمة تحت ظروف المخاطرة وعدم التأكد. إذا القرار هو البديل الأمثل الذي يمثل حلا للمشكلة موضوع الاهتمام، والمساعدة التقنية والعملية والمعلوماتية لنظم دعم القرار أو التي تقدمها نظم دعم القرار تهدف بشكل رئيسي إلى اتخاذ القرار الإداري المناسب للمنظمة تحت ظروف المخاطرة وعدم التأكد. عرفنا أيضا نظم مساندة القرارات، وأن نظم مساندة القرارات هي نظم المعلومات والمحوسبة التي تقوم بدعم القرارات الإدارية بالمنظمة. واخذنا تعريف ليكر، حكينا انه نظم مساندة القرار هي نظم تفاعلية محوسبة تساعد صانع القرار على استخدام البيانات والنماذج لحل المشكلات غير الهيكلية. اذا ليكر عرف نظم مساندة القرارات على انها نظم تفاعلية محوسبة تساعد صانع القرار على استخدام البيانات والنماذج لحل المشكلات غير الروتينية. بينما تعريف بيتر اند كيس عرفوا نظم مساندة القرار على أنها نظم تقوم بتجهيز المديرين بأدوات تساعدهم في حل المشكلات شبه الهيكلية وغير الهيكلية، ولكن بأسلوب هؤلاء المديرين الشخصي. أيضا هناك تعريف آخر لنظم دعم القرار، وهي على أنها مرحلة متقدمة أو مرحلة متطورة من النظم المعلوماتية انطلاقا من نظم الـ MIS والـ TBS ونظم المعلومات المحوسبة الذكية مثل الـ EIS. أيضا تكلمنا عن مكونات نظم دعم القرار، وحكينا أن مكونات نظم دعم القرار 3 مكونات رئيسية: قاعدة بيانات خاصة بنظم دعم القرار، حزمة من البرمجيات والنماذج الجاهزة الخاصة بنظم دعم القرار، وواجهة مستخدم والتي تسهل عملية التفاعل والتواصل ما بين المستخدم ونظم دعم القرار. حكينا عن قاعدة البيانات الخاصة في نظم دعم القرار، وحكينا هي عبارة عن مخزن لكافة البيانات ذات الأهمية والقيمة بالنسبة للمستخدمين ونظام دعم القرار والخاصة بمنشأة معينة أو نشاط محدد. حكينا أيضا أنه تتكون قاعدة البيانات من عناصر البيانات المخزنة بطريقة مترابطة ومنظمة في شكل ملفات وسجلات وحقول بيانات تتلائم مع احتياجات ومتطلبات المستخدمين في المؤسسات الإدارية وباختلاف الأقسام الموجودة داخل هذه المؤسسات. ايضا يتم تداول هذه البيانات بواسطه نظم اداره قواعد البيانات مثل اكسس 2000. اذا قاعده البيانات الخاصه في نظم دعم القرار هي مخزن لكافه البيانات ذات الاهميه والقيمه بالنسبه للمستخدمين ونظام دعم القرارات والخاصه بمنشاه معينه او نشاط محدد. ايضا تتكون قاعده البيانات من عناصر البيانات المخزنه بطريقه مترابطه ومنظمه على شكل ملفات وسجلات وحقول بيانات تتلائم مع احتياجات ومتطلبات المستخدمين. أما بالنسبة لحزم اللي هي نظام برمجية نظم دعم القرار، حكينا هي مجموعة من الحزم البرمجية الجاهزة أو نماذج تحليلية ورياضية تستخدم لتحليل البيانات عن طريق: أولاً مجموعة من نماذج رياضية وتحليلية، المعالجة التحليلية الفورية، التنقيب عن البيانات. إذا نظام برمجية نظم دعم القرار عبارة عن مجموعة من الحزم البرمجية الجاهزة أو نماذج تحليلية ورياضية تستخدم لتحليل البيانات عن طريق مجموعة من النماذج الرياضية والتحليلية، أيضا عن طريق المعالجة التحليلية الفورية، أيضا عن طريق التنقيب في البيانات وبما تحتويه من تقنيات مختلفة. أما بالنسبة لواجهة المستخدم، حكينا إن هي أوجه التداخل بين المستخدمين ونظام دعم القرار من خلال شبكات الحاسبات، وهي الطريقة التي يتم بها الحوار وكيفية إدخال الأوامر والحصول على استفسارات واستخراج المعلومات من وإلى من الموظف
ونظم دعم القرار. إذن واجهة المستخدم هي أوجه التداخل بين المستخدمين ونظام دعم القرار من خلال شبكات الحاسبات، وهي الطريقة التي يتم بها الحوار وكيفية إدخال الأوامر والحصول على استفسارات واستخراج معلومات. هلا إدخال الأوامر بتكون من الموظف باتجاه النظم، أما الحصول على الاستفسارات واستخراج المعلومات فبتكون من النظم باتجاه الموظف. كيفية إدخال الأوامر، هناك طرق متنوعة، منها من خلال لوحة المفاتيح، من خلال ملء مربعات حوار، أما المخرجات فتكون على شكل تقارير أو رسوم بيانية مختلفة الأشكال. أيضا حكينا عن التمييز ما بين نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات الإدارية، وقلنا نظم مساندة القرارات تختلف عن نظم المعلومات الإدارية بالمهام، في طريقة صنع القرار، في طريقة اتجاه القرارات، في المستوى الإداري أو في المستوى الذي تخدم به. على سبيل المثال، نظم المعلومات الإدارية عبارة عن حزمة متكاملة من عتاد وبرمجيات وشبكة اتصالات وأفراد لدعم عمليات وأنشطة الإدارة بصورة عامة، بينما نظم مساندة القرار حزمة متكاملة من عتاد وبرمجيات وأفراد لدعم القرارات الإدارية. ثانياً، نظم المعلومات الإدارية تستند على قواعد بيانات ونظم إدارة قواعد البيانات. أيضا نظم مساندة القرارات تستند على قواعد البيانات، قاعدة نماذج، ونظم إدارة قواعد البيانات، ونظم إدارة قواعد النماذج. أيضا نظم المعلومات الإدارية تقوم بإنتاج معلومات ذات قيمة مضافة وتقدمها في وقت حقيقي، بينما نظم مساندة القرارات لا تنتج أو توزع معلومات، وإنما تساهم في دعم القرارات من خلال بناء نماذج وتحليل بدائل واقتراح حلول لصناع القرار. أيضا نظم المعلومات الإدارية تدعم بصورة غير مباشرة القرارات الإدارية غير الهيكلية وشبه الهيكلية، بينما نظم مساندة القرارات تدعم بصورة مباشرة القرارات غير الهيكلية وشبه الهيكلية. الفرق الخامس ما بين نظم مساندة القرار ونظم المعلومات الإدارية، نظم المعلومات الإدارية ترتبط بالإدارة الوسطى والإدارة العليا، بينما نظم مساندة القرارات ترتبط بالإدارة الوسطى والإدارة العليا، لكنها تستخدم في مغلب الأحيان أو في معظم الأحيان من قبل التكنوقراط. أيضا تستخدم نظم المعلومات الإدارية أو تستخدم مخرجات نظم المعلومات تستخدم مخرجات نظم معالجة المعاملات كمدخلات نظم المعلومات الإدارية، بينما تستخدم مخرجات نظم المعلومات الإدارية لأغراض دعم القرارات. أيضا توجد أجيال من نظم المعلومات الإدارية مندمجة مع تطبيقات أو مكونات الذكاء الاصطناعي، وكذلك توجد أجيال من نظم مساندة القرارات لدعم القرارات الجماعية لجروب ديسيجن سبورت سيستم، ومندمجة مع مكونات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا بكون هيك احنا حكينا عن اهم الفروق الموجودة ما بين نظم المعلومات الإدارية ونظم دعم القرارات. انتقلنا سابقا للحديث عن نظم مساندة القرارات الجماعية، وقلنا نظم مساندة القرار الجماعية هي نظم تعمل من اجل خلق التوافق المشترك بين تكنولوجيا عتاد الدعم الجماعي وتكنولوجيا القرارات، اي انها جيل متطور من نظم مساندة القرار على مستوى عتاد الحاسوب، نظم البرمجيات ووسائط الدعم التقني. إذن نظم مساندة القرار الجماعية هي نظم تعمل من أجل خلق التوافق المشترك بين تكنولوجيا عتاد الدعم الجماعي وتكنولوجيا مساندة القرارات، أي أنها جيل متطور من نظم مساندة القرار على مستوى عتاد الحاسوب، نظم البرمجيات ووسائط الدعم التقني. أيضا نظم مساندة القرار الجماعية تعمل على دعم وإسناد عملية اتخاذ القرارات بالمشاركة. إذا نظم مساندة القرار الجماعية تعمل على دعم وإسناد عملية صنع واتخاذ القرار بالمشاركة. كذلك نظم مساندة القرار ممكن نعرفها على أنها حزمة من البرمجيات والعتاد والإجراءات لدعم مجموعة من الأفراد يعملون معا. إذا حزمة من البرمجيات والعتاد والإجراءات لدعم مجموعة من الأفراد يعملون معا من أجل الوصول إلى نتائج محددة، أو لتسهيل إنتاج حلول لمشكلات يهتم بها فريق العمل في المنظمة. أيضا هي نظام تفاعلي مبني على الحاسب الآلي، يساهم في تيسير حل المشكلات غير المبرمجة والتي يسعى لحلها مجموعة من متخذي القرارات الذين يعملون معا كفريق.
أيضا تكلمنا عن أهمية نظم دعم القرار، وحكينا ظهرت نظم دعم القرار بأجيالها المختلفة والمتطورة بسبب الحاجة الموضوعية للإدارات لوجود تقنيات وأدوات لدعم القرارات المعقدة والتي تخضع لظروف المخاطرة وعدم التأكد. إذا ظهرت نظم دعم القرار بأجيالها المختلفة بأنواعها المختلفة والمتطورة بسبب الحاجة الموضوعية للإدارات لوجود تقنيات وأدوات لدعم القرارات المعقدة ولدعم صناعة القرارات المعقدة والتي تخضع لظروف المخاطرة وعدم التأكد، حيث أنها حسب تعبير جريتي هي ذلك المزيج الفعال من الذكاء الإنساني وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التي تتفاعل بقوة فيما بينها من أجل حل المشكلات المعقدة. إذا حسب تعبير جريتي، نظم دعم القرار هي ذلك المزيج الفعال من الذكاء الإنساني وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التي تتفاعل بقوة فيما بينها من أجل حل المشكلات المعقدة. أيضا تناولنا وتحدثنا عن أهمية نظم دعم القرار، وحكينا تتميز نظم دعم القرار بتطورها عن باقي أنظمة المعلومات الأخرى بدمجها بين التكنولوجيا وبحوث العمليات في إطار كفاءة متخذ القرار. إذا تتميز نظم دعم القرار بتطورها عن باقي أنظمة المعلومات الأخرى بدمجها بين التكنولوجيا وبحوث العمليات في إطار كفاءة متخذ القرار. أيضا من أهمية نظم دعم القرار زيادة عدد البدائل وإمكانية اختيار البديل الأمثل من بين البدائل المطروحة كحلول. أيضا الفهم الأفضل للأعمال، حيث أن نظم دعم القرار تمكن متخذي القرار من رؤية العلاقات والتي يمكن استخدامها لإعداد صورة شاملة للأعمال. رابعا استجابة سريعة للمواقف غير المتوقعة، مراجعة سهلة للنماذج والرؤية السريعة للمتغيرات. أيضا من أهمية نظم دعم القرار القدرة على إنجاز التحليل من أجل غرض معين، القدرة على توفير مجموعة من الوسائل والأساليب الفنية المتنوعة لإعداد التحاليل من أجل أغراض معينة. أيضا من أهمية نظم دعم القرار تحسين الاتصالات والرقابة، حيث أن هذه النظم توفر قنوات اتصال موثوقة ومحسنة وخطط أكثر اتساقا وإجراءات حسابية منظمة. سابعا توفر الوقت والتكاليف واختصار العمل المكتبي وتقليل الوقت الإضافي ومن ثم توفير التكاليف. ثامنا من خلال نظم دعم القرار قرارات أفضل، عمل جماعي أفضل، فعالية واستخدام أفضل لموارد البيانات. أيضا تكلمنا عن فوائد نظم مساندة القرارات للإدارة، وحكينا من فوائد نظم مساندة القرارات تحسين جودة القرارات الاستراتيجية والتكتيكية في المنظمة. نظم مساندة القرارات تستخدم من قبل الإدارة العليا ومجموعات الدعم والتحليل، كما تستخدم من قبل مدراء الإدارة الوسطى لدعم القرارات غير الهيكلية وشبه الهيكلية. أيضا تقدم نظم مساندة القرارات واجهة بسيطة وصديقة للمستخدم النهائي من خلال حوار بيني مباشر. أيضا الاستفادة من موارد نظم المعلومات الأخرى مثل نظم معالجة المعاملات ونظم المعلومات الإدارية وتقنيات التنقيب عن البيانات. أيضا من فوائد نظم مساندة القرارات للإدارة تقدم نظم مساندة القرارات أدوات مفيدة لتحليل البيانات باستخدام نماذج وقواعد بيانات. أيضا تقدم الدعم الخاص والموجه لحل المشكلات والدعم العام لأنماط مختلفة من القرارات. أيضا تعتمد نظم مساندة القرارات على معلومات حقيقية في الحكم على الأشياء وتقويم البدائل. أيضا تعمل نظم مساندة القرارات على توسيع نطاق العقلانية المحدود لصانعي القرار بإضافة القدرات البرمجية للنظام إلى الطاقة المحدودة للعقل الإنساني. أيضا تكلمنا عن خصائص نظم دعم القرار، وحكينا أول خاصية من خصائص نظم دعم القرار إمكانية التعامل مع كم كبير من البيانات، وحكينا إنه نظم دعم القرار تمتلك القدرة على التعامل مع حجم كبير وهائل من البيانات المخزنة في عدة قواعد بيانات أو في الداتا ويرهاوس الخاص بمنشأة معينة. إذا إمكانية التعامل مع كم كبير من البيانات، حيث يمكن لنظم دعم القرار البحث عن المعلومات واسترجاع المعلومات وإيجاد المعلومات من قواعد بيانات متعددة.
أو من مخزون ضخم من البيانات المخزنة في الداتا وير هاوس. أيضا إمكانية الحصول على البيانات من مصادر مختلفة، ومثل ما حكينا سابقا في مكونات نظم دعم القرارات، حكينا قاعدة بيانات خاصة في نظم دعم القرار، حكينا حزمة من البرمجيات والنماذج التحليلية والإحصائية الجاهزة، وحكينا واجهة المستخدم. حكينا إنه قاعدة البيانات الخاصة في نظم دعم القرار تتغذى على المعلومات إما من المصادر الخارجية أو من خلال نظم معالجة المعاملات أو من خلال اللي هي نظم المعلومات الإدارية. إذن إمكانية الحصول على البيانات من مصادر مختلفة، فقد توجد بعض البيانات على حواسيب شخصية أو على أجهزة كبيرة أو على شبكات، أو بالإمكان تجميعها من المصادر الخارجية. الخاصية الثالثة لنظم دعم القرار، توفر نظم دعم القرارات مرونة كبيرة في إعداد التقارير، إذ يمكن تصميم تقارير بحسب الحال التي توفر أفضل استفادة ممكنة وبأشكال مختلفة، والتي تساعد صانع القرار على استخراج دلالة معينة أو قيمة معينة لصناعة قرار لحل المشكلة ظاهرة الدراسة. أو الخاصية الرابعة إمكانية القيام بعمليات تحليل معقدة بطرق مختلفة، كاستخدامها في عمليات بحوث التسويق والتحليل المالي. أيضا الاستخدام المتطور للرسوم البيانية، فمن المعروف أن الصورة أبلغ تعبيرا من الكلمة، إذ يمكن لنظم دعم القرارات أن تزود المديرين برسومات بيانية معبرة وجذابة. الخاصية السادسة لنظم دعم القرار إمكانية استخدام نماذج بحوث العمليات وغيرها من النماذج الرياضية. أيضا تمتلك نظم دعم القرار إمكانية استخدام ماذا لو في التحليل، وأسلوب ماذا لو في التحليل يعتمد على إجراء تغييرات افتراضية على البيانات ومشاهدة أثر هذه التغييرات على النتائج دون التطبيق على أرض الواقع. الخاصية الثامنة إمكانية استخدام أسلوب التحليل للبحث عن الهدف. هذا الأسلوب يهدف إلى الوصول إلى البيانات التي يمكن أن تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، فمثلا إذا كان المدير المالي يدرس استثمارا بمعدل ربح شهري صافي معين. الخاصية التاسعة لنظم دعم القرار إمكانية الحوار بين الإنسان والآلة، حيث أن نظم دعم القرار توفر إمكانية إجراء حوار بين الإنسان والآلة، وتأخذ في الحسبان خبرة وحكم صنع القرار. أيضا الخاصية العاشرة تصميم خاص لنظم دعم القرارات الجماعية، إذ تتيح نظم دعم القرارات الاستخدام الجماعي لها، وذلك بتوفير العتاد والبرامج اللازمة لتحقيق الاتصال الفعال والتفكير السليم. أيضا من خلال نظم دعم القرارات بتساعدنا على تجنب تأثير السلوك السلبي على العمل الجماعي. كيف؟ من خلال أن نظم دعم القرار توفر الأدوات اللازمة لتجنب سيطرة آراء بعض الأفراد على باقي المجموعة، مما يمنع الآخرين من تقديم البدائل الخلاقة التي قد تساهم في حل المشكلة. الخاصية الأخيرة لنظم دعم القرار تشجيع السلوك الإيجابي للجماعة، وهذا بيتم من خلال الاتصالات الجيدة، استرجاع النتائج اللي ممكن نعبر عنه من خلال التغذية العكسية بين أفراد المجموعة والذي يقومون بصنع القرار. أيضا تكلمنا عن تطور نظم مساندة القرارات، وقلنا عام 1967 كانت ولادة نظم المعلومات الإدارية. في مطلع السبعينيات تم بناء قاعدة الانطلاق التكنولوجية لنظم مساندة القرارات. في نهاية السبعينيات بدأت القضايا النظرية والعملية المرتبطة بنظم مساندة القرارات في المؤتمرات الأكاديمية. عام 1981 تم تقديم هيكل نظري لفهم القضايا المرتبطة بالتصميم وتطوير نظم مساندة القرارات المستندة على المعرفة. في منتصف الثمانينات كان عندنا ظهور برمجيات دعم القرارات الجماعية. عام 1984 ظهور أول نظام محوسب لدعم اجتماعات المجموعات، والذي تم بناؤه وتطويره في جامعة أريزونا. في بداية التسعينيات ظهر عندنا نظم مستودعات البيانات، نظم المعالجة التحليلية الفورية، برمجيات نظم المعلومات التنفيذية، نظم مساندة القرارات المستندة لتقنية المزود والعميل، نظم مساندة القرارات المستندة على تقنيات الإنترنت.
ناتي الآن للحديث عن مراحل صناعة القرار في المنظمة. حكينا إنه مراحل صناعة القرار في المنظمة عبارة عن 4 مراحل. أولاً التفكير الذكي، التصميم، الاختيار والتطبيق. حكينا في مرحلة التفكير الذكي أو مرحلة الذكاء، هذه المرحلة تشتمل على تحديد وفهم المشكلة التي تحدث في المنظمة عن طريق اللجوء إلى مجموعة من الاستفسارات والتحري عن الإجابات المناسبة لهذه الاستفسارات، مثل ما هي أسباب حدوث المشكلة؟ أين حدثت المشكلة؟ أين بدأت المشكلة؟ هل تكرر حدوث المشكلة؟ في أي قسم تحدث المشكلة؟ وما هي المعطيات المرتبطة بحدوث هذه المشكلة؟ إذن مرحلة الذكاء أو التفكير الذكي تشتمل على تحديد وفهم المشكلة التي تحدث في المنظمة عن طريق اللجوء إلى مجموعة من الاستفسارات والتحري عن الإجابات المناسبة لهذه الاستفسارات، مثل ما هي أسباب حدوث المشكلة؟ أين تحدث المشكلة؟ أين بدأت المشكلة؟ هل تكرر حدوث المشكلة؟ وغيرها من الاستفسارات. في المرحلة الثالثة من مراحل صناعة القرار مرحلة التصميم. في مرحلة التصميم يتم تصميم بعض الحلول المقترحة والتي يمكن أن تتعامل مع المشكلة وتعالجها، أي وضع عدد من البدائل المصممة المقترحة لحل المشكلة المعنية أو الظاهرة المعنية. إذن في المرحلة الثانية يتم إيجاد حلول مقترحة يمكن أن تتعامل مع المشكلة وتعالجها، أي وضع عدد من البدائل المصممة المقترحة لحل المشكلة المعنية. في المرحلة الاختيار وهي المرحلة الثالثة، يتم في هذه المرحلة اختيار الحل أو البديل الأنسب من بين البدائل المصممة والمقترحة. وهون بيجي دور نظم دعم القرار اللي بتساعد صانع أو صناع القرار على تحديد البديل الأمثل من بين البدائل المطروحة كحلول. إذن في المرحلة الاختيار المرحلة الثالثة من مراحل صناعة القرار، يتم في هذه المرحلة اختيار الحل أو البديل الأنسب من بين البدائل المصممة والمقترحة. وفي هذه المرحلة يلجأ المدير صاحب القرار إلى نظم دعم القرار بغرض تأمين بيانات مناسبة عن مختلف البدائل المعروضة وتقديم تكاليف ونتائج كل بديل وكل فرصة متاحة عن هذه البدائل. في المرحلة الرابعة وهي مرحلة التطبيق، وضع القرار الذي تم اختياره موضع التنفيذ ومتابعة تقارير النجاح والتقدم بالتنفيذ، حيث يستطيع المديريون المعنيون استخدام نظم التقارير لمتابعة حالات التقدم والنجاح في الحل أو الحلول المحددة. إذن في المرحلة الرابعة وضع القرار الذي تم اتخاذه موضع التنفيذ ومتابعة تقارير النجاح والتقدم في التنفيذ، حيث يستطيع المديريين المعنيون استخدام نظم التقارير لمتابعة حالات التقدم والنجاح في الحل أو الحلول المحددة. إذن المرحلة الأولى من مراحل صناعة القرار الذكاء أو التفكير الذكي، والتي تشتمل على تحديد وفهم المشكلة التي تحدث في المنظمة عن طريق اللجوء إلى مجموعة من الاستفسارات والتحري عن الإجابات المناسبة لها، مثل ما هي أسباب حدوث المشكلة؟ أين حدثت المشكلة؟ أو أين بدأت المشكلة؟ المرحلة الثانية وهي مرحلة التصميم، في هذه المرحلة بتم تصميم بعض الحلول المقترحة والتي يمكن أن تتعامل مع المشكلة وتعالجها، أي وضع عدد من البدائل المصممة المقترحة لحل المشكلة المعنية. في مرحلة التصميم هذه المرحلة تشمل تحديد مجموعة البدائل للحل وتطوير وتحليل هذه البدائل للوصول إلى توقعات للمخرجات عند تطبيق كل بديل، وتتضمن أنشطة التصميم الخطوات التالية: أولاً فهم المشكلة، اختبار جدوى الحلول لكل حل طبعاً، بناء النموذج الخاص بالمشكلة، اختبار النموذج المقترح والتأكد من صحته. إذن في مرحلة التصميم تشتمل على تحديد مجموعة بدائل للحل وتطوير وتحليل هذه البدائل للوصول إلى توقعات للمخرجات عند تطبيق كل بديل، وتتضمن أنشطة التصميم الخطوات التالية: فهم المشكلة، اختبار جدوى الحلول، بناء النموذج الخاص بالمشكلة، اختبار النموذج المقترح والتأكد من صحته. أيضا أحيانا
وأثناء مرحلة التصميم يكتشف صانع القرار الحاجة إلى معرفة جديدة، فيتم العودة إلى مرحلة الذكاء مرة أخرى لاكتساب المعرفة، ومن ثم العودة إلى التصميم مرة أخرى. كيف؟ يعني ممكن إنه أنا أجتاز مرحلة التفكير الذكي وأصل مرحلة اللي هي تصميم الحلول المقترحة والتي يمكن أن تعالج المشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة. في هذه المرحلة اكتشفت إنه أنا هناك بعض المعطيات غفلت عنها كويس وما أخذتها في الحسبان، فبالتالي ممكن إني أرجع على مرحلة التفكير الذكي مباشرة. فبالتالي بالإمكان إنه أنا أعمل رجوع من أي مرحلة إلى المراحل السابقة، يعني ممكن إني أكون في المرحلة الثالثة أرجع للمرحلة الثانية أو أرجع للمرحلة الأولى وهكذا. إذا أحيانا وأثناء مرحلة التصميم يكتشف صانع القرار الحاجة إلى معرفة جديدة، فيتم العودة إلى مرحلة الذكاء مرة أخرى لاكتساب المعرفة، ومن ثم العودة إلى التصميم مرة أخرى. في المرحلة الثالثة يتم في هذه المرحلة اختيار الحل أو البديل الأنسب من بين البدائل المصممة والمقترحة، وفي هذه المرحلة يلجأ المدير صاحب القرار إلى نظم دعم القرار بغرض تأمين بيانات مناسبة عن مختلف البدائل المعروضة وتقديم تكاليف ونتائج كل بديل في حال تم اختياره وكل فرصة متاحة عن هذه البدائل. في المرحلة الرابعة وضع القرار موضع التنفيذ ومتابعة تقارير النجاح والتقدم في التنفيذ، حيث يستطيع المديريون المعنيون استخدام نظم التقارير لمتابعة حالات التقدم والنجاح في الحل أو الحلول المحددة. في مراحل صناعة القرار قد تحدث أنواع من المشكلات أثناء عملية الاختيار بين البدائل. من الأمثلة على هذه المشكلات أن أي من البدائل لا يصلح لاختيار، فبالتالي إحنا لازم إنه نعمل على صناعة بدائل وحلول إيش أخرى. أكثر من بديل تعطي مؤشرات إيجابية عالية، فهون بيجي الحكم لمين؟ لصانع القرار أو لصناع القرار على أساس إنهم يختاروا أحد البدائل الموجودة، بحيث انه كل بديل بيعطي نفس المؤشرات الايجابيه. المشكله الثالثه، الحاله العامه في المؤسسه قد تغيرت بحيث ان المعايير الماخوذه في تحديد البدائل اصبحت غير صالحه، فبالتالي البدائل التي تم تحديدها اصبحت غير صالحه لحل المشكله موضوع الدراسه. اذا قد تحدث انواع من المشكلات اثناء عمليه الاختيار بين البدائل، ومن الامثله على هذه المشكلات ان اي من البدائل لا يصلح لاختياره، أكثر من بديل تعطي مؤشرات إيجابية عالية، الحالة العامة في المؤسسة تغيرت بحيث أن المعايير المأخوذة في تحديد البدائل أصبحت غير صالحة. أيضا يجب أن نصل في لحظة ما إلى قرار جيد كفاية أو القرار الأفضل، وإذا لم يتم الوصول إلى هذا القرار فإننا نحتاج للعودة إلى إحدى المرحلتين السابقتين وهي مرحلة الذكاء والتصميم. ليش؟ لأنه إذا إحنا ما قدرنا نوصل للقرار المناسب لحل المشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة، فبالتالي في عنا خلل في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثالثة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، فبالتالي إحنا بحاجة إنه نرجع على هذين على المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، نجمع المعطيات من أول جديد، نولد مجموعة من الاستفسارات، مجموعة من الأجوبة لهذه الاستفسارات، نصمم المزيد من الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة، ومن ثم ننتقل للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الاختيار، ومن ثم المرحلة الرابعة وهي مرحلة التطبيق. إذا يجب أن نصل في لحظة ما إلى قرار جيد كفاية أو القرار الأفضل، وإذا لم يتم الوصول إلى هذا القرار فإننا نحتاج للعودة إلى إحدى المرحلتين السابقتين، مرحلة الذكاء والتصميم، لإنتاج خيارات جديدة وتحليلها واختبارها لحل المشكلة موضوع الدراسة. أيضا يقوم متخذ القرار خلال المراحل المختلفة بتشغيل نشاطات فرعية، كل من هذه النشاطات الفرعية يقوم بحل مشكلة معينة، وهنا ربما يحتاج نظام دعم القرار لحل المشكلات مثل الاحتياج لمخططات المبيعات للمنافسين، أو استنتاج الطلب على المنتج، أو تحديد المنافع والتكاليف لمنتج جديد، أو استنتاج طريقة أنسب للتغليف في صناديق أصغر أو أكبر، أو تعريف المشكلات المجتمعية التي قد تواجه توزيع المنتج في بلاد أخرى. فقط بحل مثل هذه المشكلات الفرعية نستطيع استنتاج القرار.
إذن يقوم متخذ القرار خلال المراحل المختلفة بتشغيل نشاطات فرعية. كل من هذه النشاطات الفرعية يقوم بحل مشكلة معينة، وهنا ربما يحتاج نظام دعم القرار لحل مشكلات مثل الاحتياج لمخططات المبيعات للمنافسين، أو استنتاج الطلب على المنتج، أو تحديد المنافع والتكاليف لمنتج جديد، أو استنتاج طريقة أنسب للتغليف في صناديق أصغر، أو تعريف المشكلات المجتمعية التي قد تواجه توزيع المنتج في بلاد أخرى. فقط بحل مثل هذه المشكلات الفرعية نستطيع استنتاج القرار المناسب. أيضا إن عملية دعم اتخاذ القرار في الحقيقة تحتوي على تحديد وحل المشكلات الفرعية للوصول للقرار المناسب. بالنسبة للقرارات الهيكلية يكون الطريق للوصول للقرار المطلوب واضح وسهل ومتوفر. أما بالنسبة للقرارات غير الهيكلية فالطريق للوصول للحل يكون غير واضح، والمشكلات التي قد تظهر أثناء عملية دعم اتخاذ القرار تكون غير معروفة مسبقا، وحتى عندما تظهر تلك المشكلات قد تكون صعبة الاستكشاف أو الاكتشاف ومن ثم الحل. وهون الخبرة والمهارة قد لا تساعد في مساندة اتخاذ مثل هذا القرار. إذن إن عملية دعم اتخاذ القرار في الحقيقة تحتوي على تحديد وحل المشكلات الفرعية للوصول إلى القرار المناسب. بالنسبة للقرارات الهيكلية أو القرارات المبرمجة يكون الطريق للوصول للقرار المطلوب واضح وسهل ومتوفر. أما بالنسبة للقرارات غير الهيكلية فالطريق للوصول يكون غير واضح، والمشكلات التي تظهر أثناء عملية اتخاذ القرار تكون غير معروفة مسبقا، وحتى عندما تظهر تلك المشكلات قد تكون صعبة الاكتشاف ومن ثم الحل. وهون مثل ما حكينا الخبرة والمهارة قد لا تساعد في مساندة اتخاذ مثل هذا القرار. أيضا إن نظم مساندة القرار تستخدم لتحديد وحل المشكلات الفرعية أثناء عملية صنع القرار. في حالة وجود أكثر من مشارك في اتخاذ القرار يمكن عمل تنسيق وتبادل للمعرفة والآراء بين المشاركين لحل المشكلات بشكل متزامن أو بتتابع معين حسب آلية معينة. إذن إن نظم مساندة القرار تستخدم لتحديد وحل المشكلات الفرعية أثناء عملية صنع القرار. وفي حالة وجود أكثر من مشارك في اتخاذ القرار يمكن عمل تنسيق وتبادل للمعرفة بين المشاركين لحل المشكلات بشكل متزامن أو بتتابع معين. الآن نأتي للحديث عن الأجيال الجديدة من نظم مساندة القرارات. عندنا نظم مساندة القرارات الاستراتيجية وعندنا نظم مساندة القرارات الدولية. طب شو الفرق بيناتهم؟ نظم مساندة القرارات الاستراتيجية تستخدم كمنظومات معلوماتية لدعم القرارات الاستراتيجية الخاصة في المنشأة، بينما نظم مساندة القرارات الدولية تستخدم لدعم القرارات الدولية في مجال تحليل وفحص البيئة الدولية وقرارات الاندماج أو الامتلاك، أو قرارات التحالفات الدولية، أو الدخول بمشروعات دولية مشتركة، أو الدخول إلى أسواق دولية جديدة. إذن هناك نظم مساندة القرارات الاستراتيجية ونظم مساندة القرارات الدولية. ضروري جدا نعرف ما هو الفرق بين النوعين من النظم. نظم مساندة القرارات الاستراتيجية تستخدم كمنظومات معلوماتية لدعم القرارات الاستراتيجية، بينما نظم مساندة القرارات الدولية تستخدم لدعم القرارات الدولية في مجال تحليل وفحص البيئة الدولية وقرارات الاندماج أو الامتلاك، أو قرارات التحالفات الدولية، أو الدخول بمشروعات دولية مشتركة، أو الدخول إلى أسواق دولية جديدة. الآن نأتي للحديث عن استخدامات نظم مساندة القرارات. أولا القدرة، نظم مساندة القرار تمتلك القدرة على التعايش مع الأخطاء. كيف؟ في أي نظام مركب قد يتسبب العطل في جزء من النظام إلى توقف النظام بالكامل، مما قد يكون مقلق بشكل كبير جدا. إذن في أي نظام مركب قد يتسبب العطل في جزء من النظام إلى توقف النظام بالكامل، وهذا الإشي ممكن يكون مكلف من ناحية الجهد، من ناحية الصيانة، من ناحية معطيات كثيرة تتعلق بالأنظمة المختلفة. لذا يسعى مصممو الأنظمة إلى تقسيم الأنظمة المعقدة إلى أنظمة فرعية منفصلة جزئيا عن بعضها البعض، سواء من ناحية التشغيل أو البيانات المستخدمة.
وهون يمكن استخدام نظم مساندة القرارات في تحديد البيانات والخدمات التي يجب أن تكون منفصلة وغير معتمدة على بعضها البعض. إذن القدرة على التعايش في الأخطاء، حيث أن نظم مساندة القرارات تستخدم في تحديد البيانات والخدمات التي يجب أن تكون منفصلة وغير معتمدة على بعضها البعض. طب ليش؟ لحل المشكلة في حال أنه تعطل عندنا جزء أو أحد العناصر المكونة للنظام. إذا في أي نظام مركب قد يتسبب العطل في جزء من النظام إلى توقف النظام بالكامل، وهذا الشيء راح يكون مكلف بشكل كبير جدا. لذا يسعى مصممو الأنظمة إلى تقسيم الأنظمة المعقدة إلى أنظمة فرعية منفصلة جزئيا عن بعضها البعض، سواء من ناحية التشغيل أو البيانات المستخدمة. وهون مثل ما حكينا بيجي دور نظم دعم أو نظم مساندة القرارات، ودورها هون تحديد البيانات والخدمات التي يجب أن تكون منفصلة وغير معتمدة على بعضها البعض. التركيبة، ينتج عن تقسيم النظم إلى أجزاء غير اعتمادية مشكلة جديدة، ألا وهي تحديد الأجزاء وربطها ببعضها البعض وتوافق الأجزاء المنفصلة في سياق النظام ككل. وهون يأتي دور نظم مساندة القرارات، إذ أنها تستخدم لتحديد الأسلوب الملائم لإنشاء المكونات وإدارتها وتشغيل التطبيقات الفرعية في إطار النظام العام. إذن ينتج عن تقسيم النظام إلى أجزاء غير اعتمادية مشكلة جديدة، ألا وهي تحديد الأجزاء وربطها ببعضها البعض وتوافق الأجزاء المنفصلة في سياق النظام ككل. وتأتي هنا دور نظم مساندة القرارات، إذ أنها تستخدم لتحديد الأسلوب الملائم لإنشاء المكونات وإدارتها وتشغيل التطبيقات الفرعية في إطار النظام العام. الملاحظة، بدون وسيلة ملائمة لمتابعة وملاحظة النظام، يكون من الصعب تحديد ما إذا كان النظام يعمل بصورة صحيحة. لهذا تقدم نظم مساندة القرار الإمكانية لملاحظة ومتابعة أداء النظام، وذلك بتحديد الخدمات المقدمة ومراجعة ما إذا تم تنفيذها بشكل صحيح أم لا. إذن بدون وسيلة ملائمة لمتابعة وملاحظة النظام، يكون من الصعب تحديد ما إذا كان النظام يعمل بصورة صحيحة. لذا تقدم نظم مساندة القرار الإمكانية لملاحظة ومتابعة أداء النظام، وذلك بتحديد الخدمات المقدمة ومراجعة ما إذا تم تنفيذها بشكل صحيح أم لا. الآن نأتي للحديث عن المعرفة واتخاذ القرار. استكمالا للتعريف الكلاسيكي للقرارات، هناك وجهة النظر المعتمدة على المعرفة، والتي تعرف القرار بأنه جزء من المعرفة توجه للفعل المفروض تنفيذه. وهون القرار يمكن أن يكون معرفة وصفية. إذن استكمالا للتعريف الكلاسيكي للقرارات، هناك وجهة نظر المعتمدة على المعرفة، والتي تعرف القرار بأنه جزء من المعرفة توجه للفعل المفروض تنفيذه. والقرار هنا يمكن أن يكون معرفة وصفية. يمكن أن ينظر للقرار على أنه جزء من معرفة إجرائية تتضمن توصيف خطوة بخطوة لكيفية تنفيذ شيء معين. إذن يمكن أن ينظر للقرار على أنه جزء من معرفة إجرائية تتضمن توصيف خطوة بخطوة لكيفية تنفيذ شيء معين. مثال، حدد البلد التي تتمتع بأفضل تركيب ضريبي. على سبيل المثال، أنا مستثمر وعندي رأس مال وأنا بدي أفتح مشروع استثماري في مؤسسة معينة. هون القرار اللي يعرف على أنه معرفة إجرائية تتضمن خطوة بخطوة كيفية تنفيذ شيء معين. شوفوا كيف ممكن نعكس هذا الشيء من خلال مثال. أول شيء، حدد البلد التي تتمتع بأفضل تركيب ضريبي. حدد الأماكن التي تحتوي قوى العمل الأفضل داخل البلد. قم بزيارة هذه الأماكن لإيش؟ لتحديد الموارد المناسبة داخلها. حدد مكان المصنع الجديد بأفضل وسائل انتقال. ما سبق هو معرفة إجرائية، وهو واحد من مجموعة مختلفة من القرارات الممكنة.
عند التعامل مع القرار على أنه جزء من المعرفة، فإن صنع القرار يعتبر استنتاج معرفة جديدة لم تكن موجودة من قبل بالاعتماد على معرفة موجودة مسبقا. وهون نحن نقوم بصناعة معرفة جديدة عن طريق نقل أو جمع أجزاء من معرفة موجودة أصلا. أيضا إن نظم مساندة القرار عبارة عن نظام أو نظم تساعد في عملية التصنيع تماما مثل الماكينات التي تساعد على إنتاج سلع مفيدة. القرار الناتج من خلال نظم دعم القرار يمكن أن يكون مفيدا في صنع القرارات الجديدة. من ناحية القرار يمكن أن تقسم المعرفة إلى 3 أنواع: معرفة وصفية، معرفة إجرائية، معرفة مسببة. كل من هذه الأنواع يمكن أن يظهر بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء عملية اتخاذ القرار، ويتم هذا من خلال تقنيات حاسوبية مختلفة. المعرفة التي تصف حال شيء ما تسمى بالمعرفة الوصفية، وتسمى بين المتخصصين بالبيانات أو المعلومات، وهي تحتوي وصف حالات الماضي والحاضر والمستقبل والحالات الافتراضية والمتوقعة. وهون صانع القرار يحصل على المعرفة الوصفية من خلال الملاحظات، ويتم استنتاجها من خلال نقل أو تجميع معرفة موجودة مسبقا. إذن المعرفة التي تصف حال شيء ما تسمى بالمعرفة الوصفية، وتسمى بين المتخصصين بالبيانات أو المعلومات، وهي تحتوي وصف حالات الماضي والحاضر والمستقبل والحالات الافتراضية. وهنا صانع القرار يحصل على المعرفة الوصفية من خلال الملاحظات، ويتم استنتاجها من خلال نقل أو تجميع معرفة موجودة مسبقا. المعرفة التي تصف كيف يتم فعل شيء معين تختلف عن تلك التي تخص الحالة، لأنها تهتم بخطوات الإجراء لإتمام وظيفة معينة. هذا النوع من المعرفة يدعى بالمعرفة الإجرائية. عندما يستخدم متخذ القرار معرفة إجرائية أكثر وأفضل، فإن متخذ القرار يكون أكثر احترافية. إذن المعرفة التي تصف كيف يتم فعل شيء معين تختلف عن تلك التي تخص الحالة، لأنها تهتم بخطوات الإجراء لإتمام وظيفة معينة. وحكينا هذا النوع من المعرفة يدعى بالمعرفة الإجرائية. وعندما يستخدم متخذ القرار أو صانع القرار أو صناع القرار معرفة إجرائية أكثر وأفضل، فإن متخذي القرار أو متخذ القرار يكون أكثر احترافية. المعرفة المسببة توصف الناتج من حدوث حالة معينة، مجموعة قواعد، سياسة التعامل مع العملاء، قوانين، وصف تغييرات المناخ والقوانين المستخدمة لتمييز مسببات حالات معينة، كلها أمثلة لهذا النوع من المعرفة. إذا المعرفة المسببة توصف الناتج من حدوث حالة معينة، مثل مجموعة القواعد التي أدت إلى هذا الشيء، سياسة التعامل مع العملاء، قوانين، وصف تغييرات المناخ والقوانين المستخدمة لتمييز مسببات حالات معينة. أيضا بتجميع أجزاء المعرفة المسببة يمكننا الوصول إلى استنتاجات منطقية، ويتم تحسينها بالبحث عن مسببات أخرى. أيضا المعرفة المسببة التي تنتج التفاعل يمكن استنتاجها من خلال صانع القرار. في كل الحالات يكون صانع القرار أفضل وأكثر دقة باستخدام معرفة أكثر دقة، وفي هذه الحالة يقال أن صانع القرار أكثر خبرة. إذن بتجميع أجزاء المعرفة المسببة يمكننا الوصول إلى استنتاجات منطقية، ويتم تحسينها بالبحث عن مسببات أخرى. أيضا المعرفة المسببة التي تنتج التفاعل يمكن استنتاجها من خلال صانع القرار. في كل الحالات يكون صانع القرار أفضل وأكثر دقة باستخدام معرفة أكثر دقة، وفي هذه الحالة يقال أن صانع القرار أكثر خبرة. المعرفة الإجرائية توضح كيف يتم العمل. المعرفة الوصفية توضح ماذا يجب أن ينفذ لإتمام العمل. أما المعرفة المسببة فتوضح لماذا يتم استخدام الأسلوب المفترض للتنفيذ. إذن المعرفة الإجرائية توضح كيف يتم العمل. المعرفة الوصفية توضح ماذا يجب أن ينفذ لإتمام العمل.
أما المعرفة المسببة فتوضح لماذا يتم استخدام الأسلوب المفترض للتنفيذ. قبل إنهاء هذه المحاضرة، وردني الكثير من الاستفسارات عن ما هو الفرق بين نظم المعلومات بشكل عام، سواء نظم المعلومات الإدارية، نظم معالجة المعاملات، نظم دعم القرار، نظم دعم المديرين التنفيذيين، وتكنولوجيا المعلومات. أيضا وردني العديد من الاستفسارات ما هو الفرق بين تكنولوجيا المعلومات من المنظور الكلي والمنظور الجزئي. أيضا وردني استفسار حول ما هي معمارية تكنولوجيا المعلومات، ما هي البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ما هي معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الإدارية. خلينا نتذكر بشكل سريع جدا أهم الفروقات اللي ذكرناها ما بين نظم المعلومات بمختلف أنواعها وتكنولوجيا المعلومات. حكينا على سبيل المثال أن نظم المعلومات الإدارية بأنها تعرف بأنها مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها البعض، والتي تعمل على جمع مختلف أنواع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة، وتعمل على معالجتها وتخزينها وبثها وتوزيعها على المستفيدين بغرض دعم عملية اتخاذ القرار في المؤسسات الإدارية، وبهدف التعامل مع المشكلات الإدارية التي تعاني منها المؤسسات المختلفة بحيث ينتج عنها القرارات الإدارية الصحيحة والمناسبة. إذن تعريف نظم المعلومات الإدارية: مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة والمترابطة مع بعضها البعض، والتي تعمل على جمع مختلف أنواع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة، وتعمل على معالجتها وتخزينها وبثها وتوزيعها على المستفيدين بغرض دعم عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات الإدارية والتعامل مع المشكلات الإدارية التي تعاني منها المؤسسات المختلفة بحيث ينتج عنها القرارات الإدارية الصحيحة والمناسبة. أما بالنسبة لتعريف تكنولوجيا المعلومات، فحكينا هناك التعريف العام لتكنولوجيا المعلومات، واللي بعرف تكنولوجيا المعلومات على أنها كل أنماط التوليد المستخدمة على نطاق واسع في أنشطة معالجة وتخزين البيانات واسترجاع وعرض المعلومات بأشكالها المختلفة. هاي الأشكال حكينا ممكن تكون نصوص، ممكن أرقام، ممكن صور، ممكن أفلام، ممكن وسائط رقمية متعددة ومجالات تطبيقها المختلفة. إذن التعريف العام لتكنولوجيا المعلومات: كل أنماط التوليف المستخدمة على نطاق واسع في أنشطة معالجة وتخزين البيانات واسترجاع وعرض المعلومات بأشكالها المختلفة، نصوص، أرقام، صور، أفلام، وسائط رقمية متعددة ومجالات تطبيقها المختلفة. أيضاً حكينا سابقاً عن المنظور الجزئي لتكنولوجيا المعلومات والمنظور الكلي لتكنولوجيا المعلومات، وقلنا إمتى بتكون تكنولوجيا المعلومات عبارة عن أداة، وإمتى بتكون تكنولوجيا المعلومات عبارة عن المظلة الأول والأشمل واللي بتشمل نظم المعلومات المختلفة. هلا اذا نظرنا لتكنولوجيا المعلومات من المنظور الجزئي، فبالتالي هذا المنظور يشير الى البعد التكنولوجي لنظام المعلومات، ويعتبر تكنولوجيا المعلومات على انها اداه داخل ايش النظم المختلفه. فبالتالي من ناحيه المنظور الجزئي، هذا المنظور بيعتبر انه تكنولوجيا المعلومات عباره عن اداه وجدت داخل النظم المختلفه او تستخدم من خلال النظم المختلفه لتحقيق هدف معين. اذا المنظور الجزئي لتكنولوجيا المعلومات يشير إلى البعد التكنولوجي لنظام المعلومات، ويعتبر تكنولوجيا المعلومات مجرد نظام فرعي ضمن نظام المعلومات بما في ذلك نظم المعلومات الإدارية. المنظور الكلي لتكنولوجيا المعلومات يرى في تكنولوجيا المعلومات على أنها المظلة الأوسع والأشمل والتي تشكل كلا من نظم المعلومات والتي تشكل كلا من نظم المعلومات وتقنيات معالجة البيانات والاتصالات. إذا المنظور الكلي يرى في تكنولوجيا المعلومات مظلة واسعة تشكل كلا من نظم المعلومات وتقنيات معالجة البيانات والاتصالات. إذا بشكل سريع، المنظور الجزئي لتكنولوجيا المعلومات يشير إلى البعد التكنولوجي لنظام المعلومات، ويعتبر تكنولوجيا المعلومات مجرد نظام فرعي ضمن نظام المعلومات بما فيها نظم المعلومات الإدارية. المنظور الكلي لتكنولوجيا المعلومات يرى في تكنولوجيا المعلومات مظلة واسعة تشكل كلا من نظم المعلومات وتقنيات معالجة البيانات والاتصالات.
أيضا حكينا عن تكنولوجيا المعلومات، قلنا نقصد بتكنولوجيا المعلومات الأدوات والتقنيات التي تستخدمها نظم المعلومات لتنفيذ الأنشطة الحاسوبية على اختلاف أنواعها وتطبيقاتها، وتشمل كلا من عتاد الحاسوب والمكونات المادية للحاسوب، برامج الحاسوب، وتتضمن كل برامج الحاسوب من نظم التشغيل وبرامج التطبيقات، تكنولوجيا التخزين، وتتضمن الوسائط المادية والبرامج التي تتولى عملية تخزين البيانات داخل الحاسوب وخارجه. أيضا تكنولوجيا الاتصالات، وتعنى بجميع برامج ووسائط وتقنيات الاتصالات لربط نظام الحاسوب وبناء الشبكات بأنواعها المختلفة، الوايد اريا نتورك واللوكال اريا نتورك، والاتصال بالإنترنت. وأخيرا البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تشكل قاعدة انطلاق تقنية لجميع النظم والأدوات والتقنيات المعلوماتية المستخدمة في المنظمة. أيضا حكينا عن معمارية تكنولوجيا المعلومات والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. حكينا عن معمارية تكنولوجيا المعلومات وقلنا عبارة عن مخطط توضيحي وتفصيلي عالي المستوى لوصول المعلومات. من خلال المعمارية تحدد السياسة العامة والأهداف المرجوة والخطط المستقبلية في المؤسسات المختلفة. إذن عبارة عن مخطط توضيحي وتفصيلي عالي المستوى لوصول المعلومات، تحدد السياسة العامة والأهداف المرجوة والخطط المستقبلية في المؤسسات المختلفة. هذا المخطط يوضح كل المعايير لتكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات والشركات وكيفية ترابطها وعملها مع بعضها البعض. وأعطينا مثال وقلنا هذا المخطط يشبه المخطط الهندسي للبيت، فهذا المخطط الورقي يوضح التفاصيل العامة والدقيقة للبيت قبل بنائه. أما بالنسبة للبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، فحكينا يقصد بالبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات المكونات المادية والبرمجية والتسهيلات والخدمات المختلفة والإدارة التي تنظم وتحدد الوظائف المختلفة والتي تقوم بتحديدها معمارية تكنولوجيا المعلومات، والتي تتكون من أولا المعدات، البرمجيات، الشبكات، إدارة البيانات، الأمن والحماية للبيانات، تطوير النظم. إذن البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات يقصد بها المكونات المادية والبرمجية والتسهيلات والخدمات المختلفة والإدارة التي تنظم وتحدد الوظائف المختلفة والتي تقوم بتحديدها معمارية تكنولوجيا المعلومات، والتي تتكون من المعدات، البرمجيات، الشبكات، إدارة البيانات، الأمن والحماية للبيانات، تطوير النظم. أيضا تكلمنا وردني العديد من الاستفسارات عن التموضع المنطقي للتقنيات المختلفة للذكاء في الأعمال. الآن وردني استفسار وحكى الطالب أو الطالبة في هذا الاستفسار أنه أنا ما زودتكم بشرح عن المراحل المختلفة لهذا الهرم. الشرح يا شباب ويا صبايا بتاخذون من خلال إيش المحاضرات المسجلة. حكينا أنه التموضع المنطقي لمنصة ذكاء الأعمال مكون من 6 مراحل وشرحنا كل مرحلة، والآن راح أعيد الشرح بشكل سريع جدا. هلا الهرم مكون من 6 مراحل، المرحلة الأولى من أسفل إلى أعلى مصادر المعطيات، مخازن المعطيات المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة استكشاف المعطيات، المرحلة الرابعة تنقيب في المعطيات، المرحلة الخامسة عرض المعطيات، المرحلة السادسة اتخاذ القرارات. قلنا في مصادر البيانات وهي المرحلة الأولى بيتم تجميع البيانات من المصادر المختلفة. طيب هاي المصادر بتختلف من شركة لشركة باختلاف الأنشطة والعمليات اللي موجودة داخل المؤسسات. إذا اختلفت العمليات واختلفت أنشطة المؤسسات، فبالتالي راح تختلف عندنا المصادر اللي بتجمع منها البيانات اللي بتحتاجها. طيب بعد عملية تجميع البيانات من المصادر المختلفة، بيتم تجميع هذه البيانات ومعالجتها وتحليلها وتخزينها في الداتا ويرهاوس اللي هي مخازن المعطيات في المرحلة الثانية. فبالتالي أصبح جمعنا البيانات من المصادر المختلفة، عالجناها، حللناها، خزناها في إيش؟ قواعد البيانات الخاصة في المنظمة. الآن أنا بدي أتخذ قرار معين، حتى أتخذ هذا القرار أنا بحاجة إني أجمع معطيات عن هذا القرار. بحاجة إني أفهم الظاهرة حتى أصنع القرار الصحيح. فبالتالي أنا راح أسترجع المعلومات اللي بتساعدني على صناعة هذا القرار، راح أسترجع المعلومات عن عملية معينة، عن ظاهرة معينة.
طب من وين؟ من خلال مخازن المعطيات اللي هي المرحلة الثانية. طب وين بيتم استرجاع المعلومات اللي احنا بنحتاجها لصناعة قرار معين؟ في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة استكشاف المعطيات. في المرحلة الرابعة البيانات التي تم استرجاعها والمعلومات التي تم استرجاعها بيتم إدخالها لأحد التقنيات أو الأساليب الذكية المستخدمة في المؤسسات الإدارية، طبعا في الأقسام المختلفة. هناك العديد من الخوارزميات، هناك العديد من الأساليب الذكية المستخدمة في قسم المحاسب على سبيل المثال، في قسم المبيعات، في الأقسام المختلفة في المؤسسات الإدارية. تأخذ هذه المعلومات على شكل مدخلات وبتعطينا نماذج مفيدة. هاي النماذج ممكن تكون عبارة عن رسومات، الرسومات بأشكال مختلفة، ممكن جداول، ممكن أرقام. بالنهاية هذه النماذج بتساعد صانع القرار ومحلل القرار على اتخاذ القرار ايش المناسب. طيب اذا في مرحلة التنقيب عن المعطيات يتم تطبيق اسلوب ذكي لاستخراج الانماط والنماذج المفيدة من البيانات والمعلومات التي تم ايش استرجاعها. هاي الانماط والنماذج بتكون هي عبارة عن المعطيات لمين؟ لمحلل الاعمال اللي بدوره بيقدمها لصناع القرار مع التوضيحات. هذا الشكل بيعني كذا، من خلال هاي الارقام احنا بنستدل على شيء معين، سواء هكذا. بالنهايه صناع القرار بيتخذوا القرار المناسب لحل المشكله او الظاهره موضوع الدراسه. حكينا مصادر المعطيات ومخازن المعطيات من مسؤوليه مدير قاعده المعطيات، حكينا ايضا استكشاف المعطيات والتنقيب في المعطيات من مسؤوليه محلل الاعمال، عرض المعطيات من مسؤوليه محلل الاعمال. عفوا، استكشاف المعطيات والتنقيب في المعطيات من مسؤولية محلل المعطيات، بينما عرض المعطيات هي من مهام محلل الأعمال وهي من المهام الرئيسية لمحلل الأعمال. أتمنى أن يكون جاوبتكم على الأسئلة التي تم طرحها وإرسالها إلي عبر الإيميل. هيك بتكون انتهت المحاضرة الثامنة، بشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.